صرت من هواة جمع الكنوز، واليوم وجدت نفسك في جزيرة حيث ستحتاج إلى حل ألغاز محيرة وفهم اللغز الرئيسي والبحث عن الكنز، وفي النهاية ستحسب نقاطك. أعطاك صديقك القديم خريطة لجزيرة صغيرة بمناسبة عيد ميلادك. أخبرك بأن هناك كنز قراصنة في المكان. بطبيعة الحال تطمح الآن إلى العثور عليه. لديك إشارة ضوئية وقنينة ماء وبوصلة ومصباح جيب وهاتف ومجرفة. تبحر إلى الساحل الجنوبي للجزيرة وتتوغل في الأدغال، وهناك ترى ثلاثة طرق أمام كل واحد لافتة. تعرض اللافتة الأولى صورة دب، ورسم أسد على الثانية، وثمة علم قراصنة أمام الطريق الثالث. أي طريق يجب أن تختار؟ نحن في القرن 21، رحل القراصنة منذ أزل بعيد، واليوم لم يعد هناك أشخاص على هذه الجزيرة. يبدو أن العلم يشير إلى الطريق الذي أخذه القراصنة حين ذهبوا لإخفاء الكنوز. قد يكون هناك أسد ودب فعلا، لذا تقرر اختيار مسار القراصنة. تشق طريقك عبر الغابات الكثيفة وتترك علامات على الأشجار حتى لا تتوه عن الطريق، ومن ثم تلاحظ كوخا صغيرا. تدخله وترى صندوقا كبيرا بقفل صدئ. تحقق من الغرفة. هل هناك شيء يمكنه مساعدتك على فتح الصندوق؟ ثمة ذراع إطار في الركن خلف الكرسي المكسور. يبدو القفل ضعيفا، لذا يمكنك بسهولة تحطيمه. تفتح الصندوق ولا ترى شيئا سوى خريطة قديمة للجزيرة. ثمة ثلاث نقاط تشير إلى الكنوز على الخريطة. تغادر الكوخ وتتبع المسار إلى المكان الأول. تجد حطام سفينة خشبية قديمة، فتقرر التجول على سطحها. وفجأة تتكسر الألواح الخشبية تحت قدميك فتسقط في الطبق السفلي. المكان مظلم وبارد هنا. تفتح مصباح الجيب وترى صندوقا. تلمسه وتسمع زمجرة بداخله. قرصان زومبي يخرج ببطء ويتجه صوبك، وبعد ثوان تدرك أن لا سبب للذعر. لماذا؟ القرصان ليس حقيقيا بل مجسما ثلاثي الأبعاد، ويوجد خلفه جهاز يعرض صورة هذا الزومبي الشبيه بالقرصان. تمر عبر المجسم وتفتح الصندوق القديم. فيه أحجار ثمينة بداخله. تضعها في جيبك وتخرج من السفينة وتنظر إلى الألماس. تدرك الآن بأنها مزيفة ومصنوعة من البلاستيك. تفتح الخريطة وتشطب النقطة التي ترمز إلى الكنز الأول، والآن تذهب إلى الصندوق الثاني، وفي هذه الأثناء تواصل وضع علامات على الأشجار. تسمع صوت فحيح بالقرب منك. إنها أفعى، لا تعرف ما إذا كانت سامة أم لا. ترفع رأسها وتنظر إليك. ماذا ستفعل؟ ستبحث عن عصا طويلة وتصوبها في اتجاه الأفعى حتى تهاجمها بدلا منك، أم ستبتعد عنها لمسافة آمنة لتتجاوزها، أم أنك ستصدر صوت فحيح لإخافة الأفعى؟ يجب أن تتراجع إلى الخلف ببطء حتى لا تستفز الأفعى. والآن حينما تصبح بعيدا عنها كفاية، واصل طريقك كأن شيئا لم يكن. تقودك الخريطة إلى كهف جبلي. المكان مظلم للغاية ورطب بالداخل. تخرج مصباح الجيب لكنه لا يعمل، لقد نفدت البطارية. تدخل الأدغال وتصنع شعلة من الأغصان والأوراق، لكن في تلك الحالة تتهاطل الأمطار. دقق النظر في مدخل الكهف وفكر في طريقة لإنارته. الحل في جيبك. أطلق الإشارة الضوئية داخل الكهف. ينار المكان المظلم بضوء أحمر وتتمكن من رؤية الصندوق بالداخل. الصندوق ضخم لكنه لسوء الحظ خفيف جدا، وبالداخل تجد قطعة نقدية ذهبية تبدو حقيقية، لكن أين بقية الكنز؟ في هذه اللحظة ينطفئ الضوء الأحمر وتسمع رفرفة أجنحة. تنظر إلى فوق وترى مئات الأعين تشع في الظلام.
خفافيش تصيح وتحلق في اتجاهك. ليس لديك وقت للهروب من الكهف ولا تملك المزيد من الإشارات الضوئية. ماذا ستفعل؟ اختبئ داخل الصندوق فهو يتسع لك. تقفز بداخله وتغلق الغطاء. تحلق الخفافيش وتضرب بأجنحتها على الصندوق. ثمة صوت تحطم. يمكنك الشعور بالأرض تهتز تحت قدميك، ومن ثم يخيم الصمت على المكان. تخرج من الصندوق وتتجه ناحية المخرج، فتجد بأنه مسدود بأحجار ضخمة. لحسن الحظ لا يزال هاتفك يعمل ويمكنك التقاط إشارة. تتصل برجال الإنقاذ وتخبرهم بإحداثيات الجزيرة، لكن هذا لا يكفي. فالجزيرة فسيحة ويحتاج رجال الإنقاذ إلى الموقع المحدد. بماذا ستخبرهم؟ دخلت الأدغال في الجزء الجنوبي من الجزيرة وتركت الكثير من العلامات على الأشجار. يمكن لرجال الإنقاذ العثور عليك بفضل هذه العلامات. هذا كل شيء، والآن ما عليك سوى الانتظار. تمر بضع ساعات. شربت جميع المياه واستسلمت إلى النوم. توقظك أشعة الشمس. لقد حرك أحدهم الصخور وأزاحها عن المخرج، لكن من فعل ذلك؟ رجال الإنقاذ أم شخص آخر؟ تخرج من المكان الثاني على الخريطة وتتجه إلى الموقع الأخير للكنز. تشق طريقك عبر الأدغال وتلاحظ دبا أشهب بالقرب منك. يراك أيضا ويقف على أرجله الخلفية. يبدو الوحش عدوانيا للغاية. تصرخ لتخيف الحيوان، لكنك لا تفلح. ماذا يجب أن تفعل؟ ستجري بأقصى سرعتك لأن الدببة خرقاء وعملاقة؟ أم ستتسلق أقرب شجرة وتجلس هناك حتى يغادر الدب؟ أو ستستلقي أرضا في وضعية الجنين ولا تتحرك؟ تجري الدببة بسرعة كبيرة، لذا سيلحق بك بسهولة. ويمكنها أيضا تسلق الأشجار، لذا استلقي على الأرضية وتسمر في مكانك. سيشمك الدب لبضع دقائق ومن ثم سيرحل. وفقا للخريطة وصلت إلى مكان الكنز الثالث، لكنك لم تجد شيئا في الأرجاء. لابد أنه مخفي تحت الأرض. قد يكون الألماس الطبيعي هنا، وقد يكون الذهب مخفيا هناك، وربما اللؤلؤ في مكان ما في الأرجاء. أين يجب أن تحفر؟ لقد وجدت سلفا ألماسا بلاستيكيا. ربما الألماس المخفي هنا مزيف أيضا، كما أن الألماس الحقيقي يستخرج من صخور أعماق الأرض، واللؤلؤ الطبيعي يوجد في قاع البحر. لا يعقل أن يكون هنا. يجب أن تحفر في المنطقة التي يوجد بها الذهب. تخرج مجرفتك وتحفر لبضع ساعات. تفتح الصندوق وتخرج القطع الذهبية من الكيس. والآن يجب أن تصل إلى قاربك بسرعة. لقد خيم الظلام وفي طريقك تلتقي بالقراصنة. يحملون سيوفا وببغاوات ويرتدون رقع العيون. يودون اللحاق بك وسرقة ذهبك. تدرك سريعا بأنهم ليسوا قراصنة حقيقيين، لكنهم يتظاهرون بذلك. كيف عرفت؟ يرتدي القرصان الأول ساعة يد، وينتعل القرصان الثاني أحذية رياضية، ويمسك الثالث بسيف مع ملصق تسعير على مقبضه. لقد كشفت أمر القراصنة، لكنهم لا يزالون يريدون الحصول على الذهب. تهرب وتختبئ منهم. ترى ثلاث أشجار فارعة الطول. أي شجرة يجب أن تتسلق؟ ثمة أفعى سامة تختبئ بين أوراق الشجرة الأولى، وحينما تنظر إلى الشجرة الثانية ستلاحظ غصنا مكسورا. تتسلق الشجرة الثالثة وتنتظر رحيل القراصنة المزيفين. لماذا كل شيء مزيف هنا؟ ماذا يحدث بالضبط؟ في تلك اللحظة تسمع أحدهم ينادي اسمك.
تنظر إلى الأسفل وترى قرصاناً من الزومبي يتسلق الشجرة. تعتقد بأنه مجرد مجسم ثانٍ، لكن يمسك القرصان بقدمك بيده الباردة والعظمية. تصرخ فيختفي القرصان. هل راودتك هلاوس؟ هل كان ذلك حلماً أم حقيقة؟ كيف ستعرف ذلك؟ كان القرصان مجرد كابوس، فقد تسلقت الشجرة خلال الليل والآن حل الصباح. لقد نمت على الغصن طوال الوقت. تنزل وتذهب إلى القارب الذي استعملته للوصول إلى هنا، إنه في الجزء الجنوبي من الجزيرة، وتدرك بأنك تهت عن طريقك، وبسبب القراصنة المزيفين ضعت عن الاتجاه الصحيح. لكن كيف يمكنك الآن العثور على جهة الجنوب؟ يجب أن تنظر إلى الشمس، فهي تغرب في الغرب. لمعرفة اتجاه الجنوب، ركز على الطحالب، فهي تنمو على الجانب الشمالي من الشجرة، وهذا يعني أن الجانب المقابل هو الجنوب. ماذا يجب أن تختار؟ أم أن هناك خياراً أسهل؟ لديك بوصلة، هل نسيت؟ تذهب إلى الجنوب وتصل إلى الشاطئ، لكنك لا ترى أي قارب. تنظر في الأرجاء وتدرك أن شخصاً ما قد جر قاربك إلى الأدغال. كيف عرفت ذلك؟ ثمة آثار أقدام إنسان وأخدود طويل خلفه القارب على الرمل. لقد دفعه شخص ما بالتأكيد. تتبع المسار وتجد القارب بين الأوراق وأغصان الأشجار، لكنك لا تهرع لإحضاره لأن هناك فخ. لماذا فكرت هكذا؟ خلف الأشجار ترى هيئة بشر. هناك يد بين الأغصان بجانب القارب. يجب أن ترحل من هناك بأسرع ما أمكن. تلتفت وراءك وتسمع كلمة مفاجأة. ها هم أصدقاؤك، حضروا هذا الاختبار كهدية بمناسبة عيد ميلادك. والجزيرة بأسرها مجرد متنزه كبير صمم خصيصا لمحاكاة حياة القراصنة، وجميع القراصنة هنا ممثلون، والكنز وسفينة الغارقة مجرد جزء من الديكور. لم تكن الأفعى سامة، والدب مروض، ولم يكن سيهاجمك قط. ما من كنوز حقيقية هنا. تحزن لكنك تسعد في الوقت ذاته، لأنك خضت مغامرة حقيقية. والآن حان الوقت لرؤية نتائجك ومعرفة مدى براعتك. 0 إلى 4 نقاط. يبدو أنك لست معتادا على المشي في الأدغال وحياة البرية للبحث عن الكنوز. 5 إلى 8 نقاط. تحب المغامرات لكنك لا تتصرف كالمحترفين. يجب أن تدرب سرعة بديهتك وتفكيرك المنطقي. 9 إلى 12 نقطة. الأدغال والحيوانات البرية وخريطة الكنوز تعد جميعها تحديا للناس، أما بالنسبة لك فهي متعة. 13 إلى 15 نقطة. أنت مستكشف وصائد كنوز حقيقي. يمكنك بسهولة استكشاف أراضٍ مجهولة والتعامل مع جميع المشاكل.